الكابتن عدنان درجال، الأوضاع العامة في العراق وراء تأخر تسمية المدرب الأجنبي للمنتخب الوطني. في الاجتماعات الرسمية في آخر اجتماع لرؤساء الاتحادات الخليجية في الدوحة ما عرفنا أنهم بيش انبعث لها، لحد الآن ما عدنا تصور، وقد يكون ما طرح صحيح، ولكن والله ما عدنا علم. يعني أنا العراقي اللي راح ينظم البطولة ما أعرف بيش بعد أنه البطولة بإذن الله تقام في العراق، إحنا جاهزين للبطولة، صح عندنا تحدي الملعب، ولكن هذا الملعب إن شاء الله أيضا ينحسم إن شاء الله يوم 12 كأس السوبر ما بين الشرطة والكرخ سيقام في ملعب الميناء. الظرف العام حقيقة أنا حريص أنهم ما نخطأ بشيء، يعني يمكن نتأخر أسبوع أسبوعين ثلاثة نشوف الأوضاع كلها أفضل مما نتخذ قرار قد يكون متسرع، وبالتالي بعدين راح إحنا ندخل في إجراءات العقود والالتزامات المالية اللي إحنا في غنى عنها. الآن إحنا أكو عندنا خطة بديلة للمشاركة في بطولة الودية الرباعية في اللي يتقام في الأردن، عندنا خطة بديلة لهذا، ولذلك يعني أتمنى أنه خلال الأسبوع القادم يحسم موضوع الانسداد السياسي اللي حاصل بالبلد. وأقسم لكم بالله والمي اللي شربته ما وقعت شيء وأنا أعرفه هو غلط، ولا أكو بشر بكل العراق قدر يأثر علي، ولا أكو شخصية بكل العراق، مع جل احترامي وتقديري لكل الشخصيات، قدر يأثر علي باتخاذ أي قرار بشكل أنه أنا ما مقتنع عن الشيء. من هذا المنبر أنا أقول لكم يا ثقوا بالله العظيم، لا يمكن أسمح لنفسي ولا أقبل على نفسي أنه أنا أخلي أبو عقيلية، لا أقبل، وما يطرح بأي وسيلة إعلامية ثقوا بالله العظيم أنا لن أوجه أي أحد